كل شيء جميل للمتابعين ديالنا الأوفياء على الأحباب في كل مكان، حفظكم الله ورعاكم. نحن في يوم الخميس 16 دجنبير 2021. اهلا وسهلا شي دراري صغار ركبوا هنا في الطاكسي، وانا نتفكر انه قالوا له دينا التجيريه دخلت لها لومبيلونس قبل قليل، طلب الله السلام والعافيه، دخلت مسرعه فتحت لها الباب، دخلوا على اهبه انه كاين شي حاجه، طلب الله السلام والعافيه يا ربي، والله السلام والعافية لوليداتنا اللي كيقراو، وليداتنا اللي ما كيقراو، وكل أهالينا وأحبابنا في كل مكان. ولكن دابا الدراري كي الطاكسي التجيرية، شمن الساعة هادي؟ في الغالب عندهم علاقة باللي واقع، والله السلام والعافية. التجارية فوق 5:30 هذه شنو؟ ألف تحية الإخوان أحباب، والله خير وربي خير، الله يسمعنا ويسمعكم خبر الخير فين ما كندوز. على هاد القهوة اللي فتا دابا كنقلب على الباكي، السي محمد الباكي، الساعة ما عندي حظ معاه. تحية الأحباب، تحية الأصحاب، يوم الخميس وغدا الجمعة، جمعنا الله وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله من ساحة التحرير. أحييكم، وهاد ساحة التحرير عمرها بتطلع في الرصيف. اكيد كياخذكم الحنين هاد الكراسي، لكن الشيء اللي ناقص هو الموسيقى، ما بقاش في صحتها، واش خسر ليهم داك الميكرو؟ واش الله اعلم. شكرا لك كتسارينا في مدينتنا، شكرا لك كتفكرنا بمدينتنا، ما زرناها شي هذه مده. قاعه الافراح الربيع، كاين اللي ما شافش بلادو اخوتي 20 عام، كاين اللي ما شافهاش حتى اكثر، كاين اللي ما شافهاش 3 سنين، وهاد 3 سنين كيبغي يتقطع انه يشوفها. ما توحش الاحباب، توحش الاهالي، توحش الاصحاب، توحش المساريه، توحش الهواء البحر الساحر. هانتوما في بلادكم اخوتي، هاد البلاصة هانتوما في العريش الولافة، الشرفة الأطلسية، تفجيج هادي، تفجيج ليا مع راسك. من هنا إلى هناك، حيث حسن الفتح السعدي، حيث الشرفة الأطلسية التي تنور مدينة العرائش.
ايام طويله والبحر هايج، واليوم كما كتشوفوا البحر زربيه. بلادية الإمام مالك. شارع مالك من المرحل وهذا هي مقهى لا يسكينة، ها اللي ما كيعرفش كافي لا يسكينة، صيدلية كوليسيو. هذا ما يكون شارع كوليسيو، هنا في كانت سينما كوليسيو. السينما ولات قيصرية الزهور، سينما كوليسيو سابقا كنعقل على السينما ودخلت تفرجت فيها مرارا وتكرارا. شكرا اللي كيكتبوا لينا في الفيسبوك السيراج، شكرا اللي كيعلقوا في اليوتيوب. من مقهى كوليسيو احييكم، شكرا للجميع على المتابعه والاهتمام. شوف هذا الشارع كيدير مسجد القدس، مسجد القدس. تحية لساكنة هذا الحي هذا الجميل والوديع بسميتها زنقة بيروت، زنقة بيروت مسجد القدس. كاين ترابط بين هذه الأسماء، بين هذا المنطار هنا قدام وردام. الله يعاونو زنقة بيروت. تحية للأحباب من هنا، من هنا طلعوا عليا واحد جوج الخوت من هنا من هذا السطيح شيروا عليا، كنت على المباشر قالوا لي أهلا السلاغاش. تبارك الله على السلاغاش. هذه هي الدريبة ديال مسجد القدس على اليسار ديالي زنقة إبراهيم الروداني. تلف هاد السناق يا خوتي تلف. زنق تحمل الخطواكي هادي، شو سبحان الله بني هنا شحال قديم، شو بني قديم. ما هذا شي ماشي معقول، اشجار وارفة الظلال ولكن ما هو اسفل شيء يندله الجبين. هذه زنقة الله أعلم، الله أعلم. إنها زنقة عبد الرحمن أمزغار. تحية للساكنة والأحباء اللي ساكنين هنا. شوفوا واحد شي مناظر هنا زوينة عجبتني، ها شوف الحلاوة. الفن والمنع عطاه الله. الفن الفن ها العفن. فران تقليدي شواء الحولي، كيشوي حتى الحولي الفران. الماء والخضرة والوجه الحسن. هذه زنقة مولاي العربي العلوي. الفن. دار كانت مشات. ها المطارب، ها الخير، ها البركة. صالون يتريب، عطور وتوابل الأخوين. زنقة فرحات حشاد، هذه هي زنقة فرحات حشاد اللي وريتكم في الصورة دابا. زوينة منمقة، دا عطور وتوابل الأخوين. كاينة شقة للبيع، ها هي الشقة.
فيها هذه الشقه بصح المعقول. سمعت هذا الشيء قلت نكملوا به الفيديو. تمتعوا احنا تمتعوا تنتوما كل شيء في عار الله. المعقول المعقول